أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: رجل لم يصم التاسع والعاشر من محرم، فهل يجوز له أن يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من محرم أم لا؟ لا، ما يدخل، ما يصير عن عاشورة هذا. إذا كان يريد صيام ثلاثة أيام من الشهر عملا بالسنة فلا بأس، أما إن كان يقصد أنه يكفي عن عاشورة فلا، ما يكفي عن عاشورة لأنه فات وقته. نعم.